السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت بس قبل ما نبدأ في المستوى المتوسط نعرض لكم النتيجة طبعا اللي أنا وصلت لها، أنا عرضتها في امتحان تاني في الشغل، بس برضو إيه حبيت إن أنا أنوه لكم على نقطة معينة، للناس كتير طلبت إن أنا أعرف إزاي أعملها. طبعا الحركات زي ما أنا قلت، لو فتحت لكم كده الملفات دي ماشي فيتو تينا أهو، عايز بس ده خلونا طبعا التايتل ده بسيط زي ما إحنا قلنا، بس انا عايز اوريكم دي اهوت، دي الحركات كلها حاجات بوزيشن وروتيشن. يعني خلونا نشوف ايه دي، شايفين دي اللي هي ايه، اللي هي دي الناس اللي عايز تعرف دي اتعملت ازاي. انا عملت كومبوزيشن بصوا بسيط جدا، في 3 لاين معمول لهم ترين باس، بيعملوا ازاي خلونا بصوا. لو انا عايز مثلا الريندر يبدأ من هنا لهنا، بقوم رايح هنا واضغط على البي الخفيفة تمام، وبروح هنا زي ما احنا عارفين واضغط على الان عشان يفضل يكررني هنا. انا عملت الحته دي كده ماشي، عملتها كده اهي اهي كده تمام. وعملت ايه بقى، وخدتها من هنا لهنا بوزيشن، عملتها اهي. نرجع هنا عشان بس اوري الناس. هات سبورت تايتل، لا ماشي اهو. عملت ايه هنا بقى، اهي اللاينز اهي، خلونا نقفل دول كده كلهم ماشي. كل اللي انا عملته كالاتي، هي هنا اهي ماشي، بدأت ظهورها من هنا ماشي، هي بتتكرر، خليتها تتكرر اكتر من مرة ماشي. سحبتها بقى، خدتها مشيت معايا بوزيشن، لو ضغطنا على البي اهو البوزيشن، خدتها من هنا لهنا ورا ايه، ورا الطيارة بس كده، هو ده اللي عملته. وقت ما جت هنا اختفت تمام، بساطة جدا اهي، كذا مرة يعني ايه كده بس. هو ده دي الحركة اللي الناس كتير اوي اللي كان نفس الناس تعملها بصراحة ماشي. برضو الملف ده هرفعه لكم، يبقى معاكم لو انتوا عايزينه. هعمل لكم، انا عايز بقى اطلع عشان ناس كتير اول ما تيجي تصدر بتصدر وتطلع ايه، وما بتعرفش تصدر، بتلاقي فيه اما واحد يروح يفتح الملف بيلاقي ايه، يقول لك في ملفات مفقوده. فانت بتعمل، بتروح على فايل ماشي، في بتقف على ديبندنسز دي، بعد كده بتجيب كولكتد فايلز، تضغط اوكي يعمل سيف اس. بصوا بتروح هناك بقى، نعمل اول، تختار تخليها اول ماشي او فور اور كومبوزيشن مفيش مشكله ماشي. وتعمل ايه كل كيت، بيقول لك بتختار المكان فين، انا عامله في الورك شوب، هعمل هنا هسميه ولا هم مسمي لك حاجه اسمها من فولدر اهو، واعمل سيف. بص هروح هناك بقى ايه، بصوا بيرندر كل حاجه. رحت هناك هنا اهو، لقيت من فولدر، طلع لي الصور في ملف لوحده اهو، ملف الاي اي، وجمع لي كل حاجه، لو في خطوط متقطعه حتى عمل لك ريبورت اهو كمان لو عايزين تقراوه، بقول لك ان الملف بيحتوي على كذا وكذا وكذا وكذا، وتقدر بقى ايه محطوط في امتداد كذا مالناش دعوه بيه يعني. وده الملف الاساسي، انا بروح بقى اضغطه تمام وارفعه لكم، هتلاقوه ان شاء الله موجود في النص ده وهو معاك. ولو حد محتاج يعرف اي حاجه انا ما عنديش اي مشكله، تقدروا تشوفوه، تقدروا تطلعوا منه الشغل اللي انتوا عايزينه. برضو دي معموله بنفس الفكره الاليه بتاعه ترين باس، تقدروا تشوفوها اللي هي اللاينز اللي بتظهر دي، وافتحوا وشوفوه، تقفوا كده اضغطوا يو يو مرتين، طبعا هنا مفيش، لو وقفني هنا كده اضغط يو اهو بيظهر لك، لو انا مستخدم اي حاجه تضغط يو مرتين بيطلع لك الحاجات اللي انا مستخدمها. فاستنونا ان شاء الله في ده، كان بس درس توضيح للناس اللي عايز تعرفه. لو حد برضه في حاجه مش واضحه يقول لي وان شاء الله اوضحها، وان شاء الله نبدا مع بعض في المستوى الثاني. انتظرونا في المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.